السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الأخير. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي الزمالك اليوم أمام نادي إنبي اليوم الجمعة 27/10/2023 بإذن الله تعالى. المباراة في المباراة في الجولة الكام؟ استنى نشوف. في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز. إنبي في مواجهة الزمالك اليوم الساعة 7 مساء بتوقيت مصر ومكة، مصر وليبيا والسودان. الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة كام؟ 8 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 6 لا معلش 9 مساء بتوقيت الإمارات سلطنة عمان، والساعة 6 مساء بتوقيت تونس والجزائر تونس والجزائر والمغرب، الساعة 5 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة ناقل المباراة قناة أون تايم سبورتس اتش دي 1 الأولى، المعلق حاتم بطيش. ملعب المباراة ملعب بترو سبورت الجولة الخامسة. اعذرني بقى لسه الساعة متغيرة النهاردة يعني. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.